من الساعة 5 للساعة 7. وإنت بتبلش؟ الشهر الجاي. ما رح شبين بدي أتصل بابا وفرجي ما حتحملوني. يا حرام لو كنا في كندا ما كان صار. إذا كانت بنتك تضربها هيك من الأسوأ تضربها وكسر راسك يا بابا. طالع عقده ورجعيته والله اليوم دور مين بالقتله الكبيره ولا الصغيره؟ دور
ضرب انتو الكبيرة ما راح. يا حرام عليش بيضل يضربه. تصور هذا المجرم، تصور انه ساحب بنته من شعره وكأنه لحام ساحب خروف على الدبح. والله ما عرفت شو سبب القتلة. شو بيعرفني؟ واحد متخلف كله عقد نفسية رجعي. ببساطة هذا واحد جحش. صدقني قد ما حلفت له ما عم يصدقني. لك يا مرحب تعرفي ابوك صعب، ليش لا توقفي مع هذا ابن خالتها لرفيقتك؟ ليش؟ يا ماما مو انا اللي وقفت، هي كل القصه صارت بالصدفه، مو انا اللي وقفت، هي شافت رفيقه على الرصيف الثاني اتقطعت معها، لسه ما حكيت معه كلمتين، عم لقيت ماما نازل من درج البنايه، مو انا. بتعرفي ابوك معه حق يعمل هيك واكثر من هيك كمان. هي بدل ما تطيبي خاطرها وتهديها بكم كلمه جاي تحاسبيه على شيء هي ما نقصته. يا ام غيث نحن جيران لنا عمر، وانتي ادرى بابو مرح لما بيعصب وبيطلع خلقه، ولك بيعيشنا على اعصابنا ليهدى. ابوكي وبتعرفي اخلاقه الصعبه، ليش لتعملي شيء طالع جنانه؟ ولك ليش؟ الله ياخذني، الله ياخذني ويريحني منك ومن اختك بيوم واحد يا رب. صرنا عمر ساكنين بهالبناية، صرنا نعفر هذا جارنا اللي عقله يابس أبوه لمرح. حرام والله حرام، حرقت قلبي من كتر ما بكيت. يعني إذا خايف على بناته بيقوم بيعاملهم بهالأسوة هاي، هالمعاملة هاي رح تخلي بناته يتصرفوا تصرفات طايشة نتيجة للضغط وعدم الثقة. يا حنان مع الأسف في منه كتير، في كتير ناس بيعتقدوا بأنه التربية هي تحويل بيوتهم للسجون. هي إيه بس هذا المنطق مرفوض، نحن بالقرن 21 يعني صعب نحبس بناتنا، حبستهم هي الغلط بحد ذاته. كل راحت بابا. ام رفيق خير شو في؟ سلم هليلين. الله يسلمك. في ادوارك تحفظها هون، بتعرفي وينها؟ دور عليها بالدروش. ما حطيتها بالدرج، امبارح المسا كنت حاططها هون على الطاولة هون. بتكون رنا حاططها بشي درج. مين قال للأنسة رنا تنكش بورائي وتغير محله؟ مساء الخير. أهلين أستاذ. ماهر مثل العادة معصب وطالع خلقك وصوتك واصل لبرا، في شي زعجك؟ يعني شو بدي أقول لك؟ نعم. ما في شيء استاذ، ما في شيء محرز يعني. اكيد ايه الحمد لله. في حدا سال عني؟ ابو محمود والست كوثر. ايه بعدين اتصلت مدام ريمان قالت رح تيجي المساء وتجيب لك الوراق اللي طلبتهم منها. ايه ايه طيب. ام رفيق شو بدك؟ كاني حاسستك الاستاذ هيثم عم يتأنق زياده عن اللزوم هاليومين. ايه من طول عمره انيق. لك ايه بعرف، بس مو لهالدرجة عم يزيدها يعني. كان ما في شيء. طمن استاذ هيثم، قد ما صار عمرك بتضل شباب، اصلا احلى سن للرجل هو سن الخمسين، بيكون صار ناضج وكله خبرة وقار. ما حدا غيري قال لك انك اليوم بغاية الاناقة؟ بتعرف استاذ هيثم هالشيب بحسسني بالجاذبيه والنضج. معقول كلام بسيط من بنت ما بعرف شو بدها يشغلني لهالدرجه؟ لا لا. شو هاي؟ لمين؟ هاي بيجامه رياضه لإلك. إلي انا؟ اي منين جبتيها؟ اشتريت لك اياها ولا نسياني شغلي الجديد؟ خلي لي اياك يا احلى اخت بالعالم. انك تسلمي لي. بس والله ما بدي ثقل عليكم اكثر من هيك. لا حبيبتي، تامين طلباتك كلياتها واجب علي وعلى اخوك مهند، من هون لتتخرجي وتعتمدي على حالك. لك تقبري قلبي ان شاء الله. يا شكرا. مساء الخير يا صبايا. اهلين بنوت.
شوف شو جابت لي رنا، حلوة؟ بتجنن، يسلموا هالإيدين. طمنيني رنا، كيف الشغل؟ الحمد لله منيح. مرتاحة؟ مرتاحة كثير. الأستاذ هيثم إنسان رائع، بسيت أم رفيق سكرتيرته، وكمان إنساني حنون كثير يا مهند. عم بتعاملني مثل أمي الله يرحمه. الحمد لله يا رب شفتكم مبسوطين ومرتاحين. الله كريم يا مهند، ما بينسى حد. ما تنسي تشكري لي أنستك على الشغل اللي دبرت لها لرنا. حاضر، على راسي. رح أقوم أحضر لكم أحلى عشاء. اقعد اقعد مهند، انت راجع من الورشه واكيد تعبان، انا بقوم بساوي لك. اختي ارتاحي، انت ما بكفيكي شغله. لك الله يخلي لنا اياك يا رب. مهند، شو علاء؟ ممكن اطلب منك طلب؟ انت بتامري، اطلبي. انا رح اترك المدرسه. مو معقول انا ادرس بالمدرسه وانت تترك جامعتك مشان تقدر تشتغل وتعيشنا. صرنا حاكين بالقصة 20 مرة، وكل مرة بقلك فيها ما بصير تتركي مدرستك. ما بكفي انه نحرمنا من كل شيء، كمان بدك يعني احرمك من مدرستك؟ والله عم تقل عليكم كتير. طلباتك اوامر انت ورنا، واذا فقدنا اهلنا لازم نلتم حوالين بعض لنقوى سوا. يلا على الدراسة. ايوه امر فيه استاذ هيثم، مدام ناريمان صارت واصلة لعندي. طيب لحظة. خليها تفضل. حاضر استاذ. مساء الخير. مساء الخيرات. تأخرت عليك مو هيك؟ لا لا بسيطة. سادة. عفوا. أهوتي سادة. ام رفيق، دبري لنا 2 قهوة سادة. حاضر استاذ. شكرا. ان شاء الله جبت الاوراق اللي اتفقنا عليها، الاوراق اللازمة يعني. جبت بس اوراق الطابو تبع الارض. طيب و بقية الأوراق؟ بجيبهم بس ورقة ورقة مشان لاقي حجة اجي اشوفك فيها كل يوم. قصدي انت اكيد فهمان علي مو؟ عفوا ماني فهمان شيء ابدا. مو فهمان ولا عم تتجاهل؟ مدام ناريمان، انا بحب اكون واضح معك. اللي بيني وبينك هو قضية، يا بنخسرها يا نربحها، اما ما في شيء ثاني ابدا. هذا بالنسبه لإلك، بس بالنسبه لإلي الموضوع اعمق من هيك بكثير. مدام ناريمان افهمي علي. انت يا ريت تفهم علي، انا معجبه فيك. يبدو انه في شيء مو واضح بالنسبه لك، بحب اوضح لك اياه. مدام ناريمان، انا رجل متزوج واولادي شباب. هذا بخليك بنظري أنضج كتير. بكفي، أنت تجاوزتي حدودك كتير وأنا أنت كمان مشغول فيه، بس متردد بسبب ظروفك. شي طبيعي إنك تتهرب من مشاعرك الحلوة تجاهي، بس اللي مو طبيعي إنك ما تعطيني فرصة أقلب لك حياتك الباردة لحياة كلها حرارة. مدام ناريمان، رح اختصر الموضوع. هي اضبارتك بامكانك تاخذيها وتعطيها لاي محامي ثاني، لانه انا بعتذر. تفضلي. واذا قلت لك اني مصره عليك حتى لو تكلفت كثير وما رح اقياس، بتعرف ليش؟ لاني شايفه بعيونك كل شيء واضح. بعرف موقفك صعب تجاه زوجتك واولادك، بس حابه اقول لك قبل ما اتركك مؤقتا انه من حقك تعيش حياتك، ما تخلي القيود الاجتماعية تحرمك من حقك بالحب. انت عم تعرفي شو عم تحكي؟ وعم استنى اشارتك لكون اسعد انسان بهالعالم. عن اذنك هيثم.
مرحبا حنان. أهلين هيثم. آه خير شبك؟ لا ما في شيء، بس تعبان شوي. حط لك عشاء؟ لا مالي نفس، ما بدي أكل. مساء الخير. أهلين مساء الخير. شو إن شاء الله استقرت حالته؟ الحمد لله صار أحسن. الحمد لله. دكتورة هيا بدنا ياكي بالغرفة 110. يلا جاي. عادي دكتورة أنا بروح بدالك. ما بترضى. ومين هاي اللي ما رح ترضى؟ البنوتة اللي بالغرفة 110، وعدت أحكي لها حكاية قبل ما تنام، حرام خايفة لحالها بكرة عمليتها. عن إذنكم. الدكتورة هيا حنونة كثير. حنونة؟ بس لو شو؟ الجمال. أصعب شيء ممكن تنحرم منه البنت هو الجمال. بس الدكتورة هيا مو بشعة. وعندها روح بتجنن، وأي حدا بيشوفها بيحبها وبيحترمها. البنت إذا مانا حلوة لا جمال روحها ولا غناها ولا حسبها ولا نسبها بيحلوها، وكل مين بيقول لك غير هذا الحكي بيكون عم بكابر. بس الدكتورة هيا شخصيتها مميزة، ثقافة وأخلاق، شو بدك أحسن من هيك؟ إيه بس لما الواحد بيجي لحتى يختار شريكة لحياته ما بيختار إنسانة مثل هيا. ليش بقى؟ لأنه هيك شخصية متعبة، من برا متعبة ومن جوا متعبة. هي إنسانة مثقفة وذكية بس متعبة. أنا ما بدي وحدة تحط راسها براسي، بدي وحدة ربيها على إيدي. إلا اللبن أسود تقلي أسود، فهمت؟ ما رح خلي السنين تأثر على علاقتي فيك. أنت جزء من روحي، ويوم عن يوم عم يكبر جواتي أكتر وأكتر. بتصير إنه كبرنا؟ شو؟ مين قال إنه كبرنا؟ أنت اللي عم تقولي إنه كبرنا، معناتا أنت اللي كبرتي. أي حاجتك، صرنا سنين متجوزين وما كبرنا. دخيلك أكلهم كم سنة وكم شهر وكم يوم. شي طبيعي إنك تتهرب من مشاعرك الحلوة تجاهي، بس اللي مو طبيعي إنك ما تعطيني فرصة أقلب لك حياتك الباردة لحياة كلها حرارة، وما تخلي القيود الاجتماعية تحرمك من حقك بالحب. بين ايده والكف صاحبه عمر. هون بتتعاملوا مع بعضكم باسود؟ باسود؟ وشلون بقى بنتعامل باسود؟ الاهل لهم حق يتحكموا ويقرروا مصير اولادهم ويضربوهم ويجوزوهم غصبا عنهم. دخلك ليش الاهل بكندا كيف بتصرفوا؟ مو هيك. المده اللي عشتها بكندا نادرا ما كنت شوف او اسمع انه اب ممكن يجرى يضرب بنته او ابنه علنا. لانهم بخافوا يقوموا يجيبوا له الشرطه. اذا هن ما جابوا له الشرطه، الجيران بيجيبوها. هونيك الضرب ممنوع. ومن حق اي ولد يعترض على تصرفات اهله. هلا في ولد مربى وعاقل بجيب لابو الشرطه بس لانه ضربه كف بساعه غضب. هو ليش لا يضرب؟ شو ولاده حيوانات؟ حيوانات هي اللي بس ممكن تنضرب لانها ما بتفهم، بينما البشر لهم عقل يفكر فيه. غزال هاي بنا كيفكم؟ جيتي والله جابك. استلمي. شو انا بضاعه لتستلمي؟ ملف الساعه حسنخانه. روحي عنا اياه بلا ساعات بلا بطيخ. ليه متضايقه غزال؟ شوفي متضايقة على مرحلة انا قلت لك كثير بسبب ما عم صدق اللي صار. ردي من سبب حب ممنوع. قولي معكم الحق، مو بس تخافوا من الحب، تخافوا من بعضكم كمان. بليت بليت واليوم رح نقل عندها على البيت ونحصى على الدرس. بتعرفي اذا رشا تحسنت مادة الفيزياء بتطلع من الاوائل على المدرسة ان شاء الله يا رب. بس صور هيك يعني الاستاذ ما بياخذ اكثر. بابا ما عنده مشكلة يدفع اذا كان هذا الشيء في خير. بعدين استاذ الفيزياء قلبه لله بحب الخير. بتعرفي مو انا كل يوم كل يوم عم بحبك اكثر. يلا يا بابا بسرعة. يلا جاي جاي. جيبي الاغراض ووزعي على الصبايا. صبايا تاخذوا نصيبكم. وزعيهم اكلات طيبة. ماشي وجيبي يا دنيا. هيك بكل كذا.
لو فرح ناخذ نصيبكم. حاكم دانا عامل حساب للكيس. امشي فرح. مرح ماشي يا مرح. حطيتك براسي. وين البنات؟ اوضتهم. ما بدهم يجوا يتعشوا. طيب مرح واكلت نصيبها مني، فرح ليش حداني كمان؟ متضامنه مع اختها. نسيت انه الاسبوع الماضي كان دورها بالقتله لما سمعتها عم تغني لوائل كفوري. عم تقسى كثير على البنات يا صلاح. يا صفاء انت ما بتعرفي شو اللي عم يصير برات الحيطان. 100 مره قلت لك انه البنات اللي عم تشوفهم بشغلك شكل وبناتنا شكل. والله يا رجال بناتنا مربيات. اطلع حواليك منيح، بتشوف المنيحه وبتشوف المربايه وبتشوف قليله التربايه. أصابعك مو كلهم مثل بعضهم. يمكن، بس التفاحة العاطلة بتنزع التفاحات اللي معها بالسحارة، والبنات بيتعلموا وبيسمعوا من بعضهم. إذا ما نحن قدرنا بالنا عليهم إجوات ممنوعون من السيطرة على الموقف نهائيا. الله وكيلك، عم بسمع لك سمعات بتشيك الشباب. أمي 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 ناديلون. يلا أمي. الله يوفقك ناديلون. أنت والله بيلاقوه منك قد الدنيا. طيب الله يهديك يا رب. يا بابا، أنا كل اللي عم بعمله نتيجة خوفي عليكم وحبي إلكم. انتوا ما بتعرفوا شو في برات الحيطان. شو في يعني يا بابا برات الحيطان؟ ليش هيك بتعاملنا وكأننا عايشين بغابة فيها وحوش رح تاكلنا؟ الزمن اللي عايشين فيه وحوشه أخطر من وحوش الغابة. نحن بزمن بيخوف. منشان هيك بدي اياكم تديروا بالكم على حالكم، عيشوا حياتكم، بس مشان الله بيدوم غلط. بيدوم غلط. بتعرفي انا بستقبل رأي الانسه حنان كثير. حلوه هاي الواحد يكتب مشكلته الى اي ثاني يوم محلوله. ايه بس مو كل مشكله بتنحل بهالسهوله حبيبتي. انا مشاكل بتنحل هيك، لا تدخلي انت فارق الكتب. استاذ عبد الله صباح الخير. صباح الخيرات. في كم مسألة فيزياء ماني فهمان. طيب بس يكون في فرصه تجي لعندي على المكتب. ألو. مرحبا. أهلين، أنا ناريمان. أهلين مدام ناريمان. ممكن تناديني نانا وبس؟ أهلين مدام. حبيت سلم عليك واسمع صوتك. خير مدام. يلا باي. شو هذا اللي عم يصير؟ جملة المقارنة خارجية، الجملة المدروسة الكرة، القوى الخارجية المؤثرة عن بعد، ثقل الكرة، تماس، توتر، لهما محصلة أفقية، قاف يساوي ثاء، توتر يساوي كاف، مع تكسر الكرة تسارع القرار. صارت واضحة؟ غزال عم بسألك إذا فهمتي حل المسألة. إيه أستاذ، فهمت كل شيء. بس شو؟ استاذ انت ليش لهلا ما ليش شو؟ ليش لهلا ما تزوجت؟ انا كنت متزوج. كنت ما؟ بس هلا مالك متزوج. غزل انا برايي تقومي تروحي على صفك. حاضر استاذ، رح اقوم على صفي.
انت جناتي؟ اذا بحبه بكون جناتي يعني؟ لا، تحبي واحد اكبر منك بعشرين سنه وما بتكوني جناتي. كانه كبير عليك شوي. انت بتلاقي معادلات الفيزياء والكيمياء مو شاطره غير تسلي بحلها، ما تدخلي بشي ما بتفهمي فيه. بس انا اذا ما بحكي عن الحب وقصص الحب مو معناته ما بفهم فيه. يعني بدك تقنعيني انك ممكن تحبي مثلنا؟ ليش لا؟ شو انا مو بني ادم؟ ما تزعلي مني مره، بس ما بعرف ليش بحسك شقة وحدة. هلا انا ما بنكر انك انت اشطر وحدة فيني، بس ما بيعطيك الحق انك تنظر علينا لانك مو مجربة، واللي مو مجرب سهل كثير ينظر على حواليه. بس انا ما عم نظر عليكي، انا عم بنصحك. لو كانت حسنة واي بنت ثانية هن اللي عم ينصحوني كنت يمكن اقتنعك، بس انت صعبة كثير لانه باختصار ما جربتي شو هو الحب. يعني لازم جربه لحتى افهم؟ مو ضروري تجربي، بس على القليلة ما ينقطع قلبك كل ما نذكر اسمه قدامك، كأنه ناط قدامك شي عفريت. انا ما بخاف. امتى خفت؟ امتى نط قدامي شي عفريت؟ بس بس يبعت له الحمى هالحرفين شو له معزه عنده. ليش هيك حكيتي معها؟ مو حرام عليكي؟ ما شايفتيها كيف عم تشرق وتغرب وهي اللي بحياتها ما دق قلبها؟ تفضل. آسي حنان، في بنت أمورة بتاخذ العائلة عم تسأل عنك. خليها تتفضل. حاضر. تفضلي حبيبتي. شكرا. إن شاء الله ما بتبلغ تطلي. مرحبا. أهلا وسهلا. بحب أعرفك على حالي، أنا ندى أختي لنضال. أهلا وسهلا فيكي. خبرتني ريما بنت الجيران إنه حابة تحكي معي شوي مشان أختي نضال. ليش مين عندها؟ ما بعرف، بس ما بلاقي لك إلا واحد طالع، اثنين فايتين، ثلاثة طالعين، أربعة فايتين. تقولي عاملة مكتبة قاعة استقبال وريسبشن. ايه بيكون اولياء امور الطالبات اللي عنده المشاكل. هسه نعمت انت عن جد قابضة انه المرشدة النفسية والتربوية بتحله بتربه. لكن ليش الوزارة عملت هالمنصب؟ الآنسة حنان عم تقوم بمجهود كبير وخصوصا مع الطالبات اللي بترددوا عليها بشكل منتظم، وهذا اكبر دليل على ثقتهم فيها. أنا معك. أنا معترضة على شغلة واحدة بس، يعني هي ما إلها بالقصر إلا مبارح العصر، وعاملة الكل بالكل وكأنه ما حدا بيفهم قدها، وهي الأم الحنون. إيه مو شايفة حدا قدامها. إلك مو شايفتك. أنا سمونة. لما كانت ماما حامل بنضال كان كل أمل بابا إنه يجي صبي. إجت نضال فخاب أمله لأنه كان واثق إنه هالمولود رح يكون صبي، فاختار له اسم صبي، عبى البيت بلعب الصبيان، حتى ديارة نضال كانت باللون الأزرق. ولما اجت نضال حرف التأنيس حطم له حلمه لأبوكي بأنه يكون عنده صبي، خلاه يرفض يشوف المولود لمدة 3 شهور. بعد حكي الناس معه أنه هذا حرام وما بيجوز، قرر يتعامل مع نضال على أنه ابنه مو بنته. أي وبعدين شو صار؟ رباها من الصغر على أنه ولد، ولما كبرت عجبتها اللعبة وقررت هي بدورها تتقمص الشخصية شجعة بابا على تمثيلها. هاي حكاية أختي نضال ببساطة. بمعنويات عالية وبرصيد 4 نقاط يرتحل المنتخب البحريني المتماسك. خطأ مع بداية المباراة، ومباراة متوقع لها أن تكون حامية الوطيس. أم رفيق؟ نعم. مين الفهمان اللي حاطط التمثال فوق الكمبيوتر؟ والله ما بعرف. أكيد ما في غير حضرة جناب الأنسرنا. شو هاد؟ مو معقول. هلا هي مفكرة إنه هالمكتب هاد يعني صار ملكها الخاص؟ ليش هيك عم تطلع فيني؟ كنت متوقع الشيء اللي بده يصير، لانك انت موسوس ومنون وبتقيم الدنيا وبتقعدها اذا ما نحط كل شيء بمكانه. ايه انا موسوس، من كل عمري متعود، شغله لإلي، غرض لإلي، ما بحب حدا يحركش لي فيه. يعني بعد ما كان هالمكتب مكتبي ولي حريه التصرف فيه، غراضي منظمه، كل شيء مرتب، كل شيء مثل ما بدي محطوط، اجتني مخلوقه روح قلبها النكش. يعني ما بتلاقي غرض محطوط بمكانه الا ما بتقيمه بتحطه بمكان ثاني. انا بالنسبه لإلي هذا اسمه فوضى.
حنان شبكي عن جد أنا متفاجئة من موقفك وقلقك من مسألة العمر. ليش أنا مو إنسانة طبيعية ومن حقي إني خاف من العمر ومن الزمن ومن تأثيره عليه؟ ما بعرف، كنت مفكرة إنه المرأة المثقفة تنظر لهالموضوع بغير طريقة. لا تقليلي، المرأة مرأة سواء كانت متعلمة أو جاهلة، في أمور حساسة بتأثر عليها لأنه بتمس أنوثتها. حنان لا تخيبي أملي بقوة شخصيتك ووعيك قدام هيك موضوع تافه. تافه؟ على الأقل بالنسبة إليك أنت يلي كل عمرك قوية وناجحة. شبكي مهند شوف لي الهايلايت عندك. ليلي خبرتي عيسى؟ وشو بدي أقول له؟ إني كبرت؟ يا حبيبتي هيثم ما رح يهمه من حنان غير نضجة وعقلة وتجربة الحياة الحلوة اللي عاشها معك بحلوة ومرة. انتي قليله وشوفي كيف رح يساعدك على الأقل لتتجاوزي هالمشاعر هاي. راجعت لك بس لشوفه. ألو اشتقت لك وحابب اشوفك. يا ناريمان خلصنا بقى؟ لاحظ انك ناديتني ناريمان بس يعني ما بيعني شيء من اللي ببالك. ناريمان لك هالولدانات هاي اللي عم تعمليها يعني ما بتعني شيء بالنسبة لواحد بعمري. عمرك ووقارك هن اللي معلقيني فيك. الله استغفر الله العظيم. نعم ارجوك هيثم لا تسكر بوشي أرجوك. وآخرتها معك؟ آخرتها سعادتك، بس لو تفهم علي وتعرف إني مستقبلك الحلو. ناريمان في شيء أنت ما عم تفهميه، أنا متزوج، أنا متزوج، متزوج وبحب زوجتي، فهمتي؟ حب الأزواج بعد سنة بيبرد وبصير روتيني جامد، بقى كيف بعد مرور شي 20 أو 30 سنة؟ هيثم، أعطيني فرصة لحول رماد الحب قلبك لنار شاعلة. شايفتك سكت. يعني شو بدي اقول لوحدي عم سكر بوش التليفون وتطلع لي من الباب، مسكر بوش الباب تطلع لي من الشباك؟ طب شو قصتك انت؟ لازم تفهمي بقى، فهميها بقى. هذا لاني متمسكه فيك بكل قوتي. انا ما صدقت لاقي انسان ناضج مثلك لاربط حياتي فيه. حبك هيثم، حبك فقاحه وقله ادب. شو انا بحبك يا هيثم، ولاني بحبك لازم حافظ على حالي وضل بنظرك دائما حلوة وما تحس بأنه هالسنين مرت علينا. ليش عم تطلع فيه هيك؟ شو القصة حنان؟ أنا خايف يكون إنه حاسس شو عم يصير معي. طول عمري بسمع انه احساس المرأة ما بيخيب بهيك مواقف بس لهالدرجة. يلا حبيبي الغدا جاهز. بابا كأنك اليوم تأخرت حتى اجيت على البيت. على انا وقتك تكون مدير اعمالي شيء غريب. انا اسف ما كان قصدي ضايقك والله. معلش مني بابا تعبان شوي. بابا وبالك عم نقوم جيبه؟ سمعانه حبيبي خليه يرن، انا لخلص اكل برد عليه. ماما انت اليوم حلوه كثير. ماما طول عمرها حلوه. صحيح هيثم؟ كيف؟ كنت عم اقول انه ماما احلى من اي يوم ثاني.
ايه مزبوط بابا فعلا. معقول يكون حاسس بالشيء اللي عم نمر فيه؟ شو القصة؟ معقول ما تكون حاسة بشيء؟ شبكم؟ شو قصتكم؟ عم ادور على ورقة مشان ظبط عليها حساباتي. هي منيحة. عم ندور على ورقة ولا عم نفتش بغراضي مثل العادة يا بابا؟ قولي أحبك حتى تزيد وسامتي وبغير حب. شو هيثم؟ ما بدك تفطر؟ يلا يلا لحق. شو قصته؟ لا تكون انت كمان يا عيسى ما بتضر بسن الياس. علاء لاحظت انه بابا متغير وماما كمان متغيرة. شو بها ماما؟ يعني عم لاحظ انه صار كثير عصبية وفي حزن بعيونها وشاردة. لا ما لاحظت. شبك يا عمي؟ شبك؟ في واحد سمع انه دار الايتام عامله حفله بالطيران قام راح قتل ابو مشان يحضر. معقوله بتموت بالضحك؟ طب ليش قتل عمو؟ مشان ياخذ ابن عمو. طب اذا كنتوا شاطرين بتقولوا لي ليش قتل خاله؟ مش هياخد ابن خاله. لا وانتم صادقين لانه اخذت ايده على القتل. الله الله شو رايك؟ طب ليش قتل حاله بالاخر؟ خلصنا يا ليش شغلت العفله؟ قولي قولي يا سامي كثير حلوه كثير حلوه. مرحبا بنات. اهلين انسه. اهلين انسه. اليوم حنكفي درسنا اللي هو الانتباه. نحن حكينا أنه تعريف الانتباه هو تركيز الشعور وتوجيهه نحو موضوع ما. الانتباه الطالب إلى الدرس. بتشارطوا أنه ابنه الأنسة بسمة بده يجي شاطر بالفلسفة. ليش ما؟ لأنه أمه أنسة فلسفة مثلا؟ أي شاطر. لأنه أنسة بتعم بيأخذ دروس من قلبه وبطن أمه. أنا بس بضعيفة. شلون تقبل تجي هيك منفوخة بالنسبة مثل البرد؟ هابي شو عليكي؟ يعني وحدة حاملة شلون بدك اياها تكون؟ يعني شلمونة؟ شلمونة. خلود ورزان خلصتوا حكي؟ أنسة كنت عم بسأل لرزان يعني بكرة إن شاء الله بس تلدي حضرتك بالسلامة مين بده يعطينا مادة الفلسفة؟ أكيد رح يبعتولكن أنسة تحل مكاني. وبلكي ما قدرت تعطينا المادة بنفس الطريقة اللي أنت بتعطينا إياها. يعني مو معقول نرجع من أول وجديد نتعود على أنسة جديدة وأسلوب جديد. شو اعمل يعني؟ ايش لي ولادتك شو شهرين زمان؟ اروع حب وشكر فليتني حين اتاني زائرا بالورد قد طوقته وليتني حين اتاني باكيا فتحت ابوابي له وبسته وبسته وبسته. شو رايك؟
ماشي حالك. هلا شعر لنزار قباني ماشي حاله. خلصنا خلصنا مثقف يا خانم، عم بمزح معك. هلا صحيح ما بقى له شعراء عرب، بس اذا سمعت ما بخسر شيء. ايه ما تبلى الثقافه الغربيه. انكم بتضلوا تتنقروا مثل الديك والشاشه. انت التهي بدروسك معقده خانم. غزال هي اخر مره بسمح لك فيها تقولي يعني معقده. طيب اذا مو معقده خلي قولي لي حبيت الشعر وقت اللي رايك. لمين؟ لنزار قباني عن الحب. قلت لكم مليون مرة ما تدخلوني بهيك قصص. وين راحت؟ راحت برص الإدارة، تلوت بسيرة الحب. أنا معقدة أنا، امشي. والله مثل ما عم قلك ياما. هيثم مدري شو صاير له. على طول معصب، بعدين ما بيطلع من البيت قبل ما يوقف له ساعة على المراية. تقولي هو عم يمر بسن اليأس مثلي. والله بعرف، بعرف انه صار بدي قاعدة. خلص انا بجي لعندك. الله معك. ماما ماما وصيتي بابا جيبنا قالب جاتو لبكرة؟ ولشو قالب الجاتو لبكرة؟ عيد الفالنتاين. عيد شو؟ عيد الحب. الحب يا ماما. وانت منين بتعرف عيد الحب؟ رفيع حمادة اللي مخبرني، وبالعلامة شفت معه هدية ملفوفة بورق أحمر. ولمين هالهدية؟ لريم رفيقتي بالمدرسة، قال بحبها كتير. يا حبيبي يا حبيبي على هالجيل. خلص أنا بقول له بكرة بابا يجيب لنا قالب جاتو. روح أنت على غرفتك. قال حمادة وريم ورق أحمر. يا حبيبي شو هالجيل؟ والله ظريف. بظن اني ما عدت مرايق لحسب هالشعور. معقولة يا غيسة تكون تحبها لهالبنت؟ أكيد بحبها، ولا ليش هيك بحس كل ما بشوفها؟ ما شاء الله على الجمال، تبارك الخلاق فيما خلق. شكرا لأنك قبلت تشوفني برات المكتب. نريمان أنت شو بدك من واحد بعمري؟ تشاركه عمري. هلا هيك بتدخلي حياتي بكل بساطة وبدك ياني انه اتقبلك. ارجوك تنظر لي نظرة انسان راشد لبنت مراهقة. انا عمري 34 سنة، يعني بعتبر حالي مسؤولة عن كل كلمة بقولها. انت قبل ما تحكي الكلام هاد فكرتي منيح؟ اللي بتعرفك بتبطل تفكر او تنام او تاكل وتشرب. لما دخلت مكتبك لأول مرة خطفت قلبي بوقارة. مرتي وأولادي. الحياة كبيرة بتستعنا كلنا. هيثم لا تحتار، أنا رح كون حاضرك وشبابك إذا رديت تكون مستقبلي. من حقك تعيش، الدين والشرع والقانون، وأنا معك. بقى ليش محتار؟ ليش خايف من الحب؟ تزعلي مني مرام، بس ما بعرف ليش بحسك شأن وحده. هلا انا ما بنكر انك انت اشطر وحده فينا، صار ما بيعطيك الحق انك تنظري علينا لانك مو مجربه، واللي مو مجرب سهل كثير ينظر على اللي حواليه. يا ترى شو هو الحب؟ وين صافني؟ شو بتعرفي عن الحب؟ الحب يا بنات هو أسمى عاطفة بالوجود. رب العالمين خلقنا لحتى نحب بعض ونخاف على بعض ونساعد بعض. بس طيب ليش كل الناس بتتجنب الحديث عن الحب؟ لأنه الحب ممكن فجأة يتحول لشي بيخوف،
ويصير يتحكم بعواطفنا وينسينا انه لكل شيء حد المفروض نوقف عنده. يعني انا سمعني اذا حبينا بشرط ما ننجر ورا اللي بنحبه بدون تفكير. معلش عيشي المشاعر الحلوه اللي الله انعم علينا فيها، بس بشرط ما تسمحي لها انها تجرك لطريق غلط. شوفوا يا بنات، انتوا لسه عواطفكم ومشاعركم ما وصلت لمرحله النضج والاستقرار. يعني أسي نحن هلا بمرحلة الضياع. مرحلة بناء الشخصية، وهالمرحلة كتير كتير مهمة لمستقبلنا. لا تخلوا أي غلطة منا اليوم وبسبب عواطفنا المتغيرة إنه تأثر على كل حياتنا اللي جاي، حتى ولو كانت هالقد. أزي طيب ليش في ناس بتستاجن الاحتفال بالفالنتاين؟ يعني عمي أبو رامي امبارح لما عرف إنه بكرة عيد الحب عصب وقال مو ناقصنا غير نحتفل بعيد للحب والغرام والبطيخ المسمار. حتى بابا كل ما بيكتب مسلسل التلفزيون بتجنب الحديث عن الحب وبيقول لي على طول يا بنتي يا خلود الباب اللي بيجيك منه ريح لا تكتب عنه بتستريح، كأن الحب هذا بيعض. إيه لأنه نحن ما عم نشوف الحب إلا من زاوية واحدة بس. أنسي ليش عيد مثل هذا من كم زاوية بينشاف؟ خلونا نشوفه من زاويته الواسعة، مو بس إنه الحب بين بنت وشاب. نحن الشرقيين مفهومنا للحب واسع لأنه علاقاتنا الاجتماعية والإنسانية كتير قوية. إحنا كلياتنا منعيش ببيت واحد مع عيلة واحدة، وفي عنا قرايب وصحاب وجيران وناس كتير بتربطنا فيه مشاعر مختلفة. مشان هيك خلونا نوسع مفهوم الحب على قد الناس الكتار اللي نحن بنحبهم. بالغرب شو هو تنوره علاقاته الاجتماعيه. والله حلو هذا النقاش الحر عن الحب ومفهوم. انا ما فهمت شو يعني نوسع مفهومنا عن الحب. انتي بتشطي وبتطفي او بالعكس. بس نحن خلونا نوسع مفهوم الحب ونعمله عيد لكل شيء بنحبه حوالينا. دلال قولي لي انتي مين بتحبي بهالدنيا؟ أنا بحب البابا والماما وأخي صلاح وبحب كل حدا بيحبني. وأنتي خلود مين بتحبي؟ عنسي أنا بحبك وبحب كل الناس. دخل لي قلبه كبير وبيسع الدنيا كلها. وأنتي رزان؟ أنسي أنا بحب البوشار والفرفشة والضحك. وبحب كمان فضل شاكر وشيرين. وأنتي لينا؟ أنا ما بحب حدا. وانتي ريما؟ انا انسي. انسي ريما بتحب خطيبة رامي يقبش قلبك. Oh,